خلينا بقى نروح مع حضراتكم بدايه اخبارنا، وطبعا هنتكلم عن فريق الكره بالنادي الاهلي اللي هيبدا تدريباته النهارده ان شاء الله بعد حصوله على راحه 48 ساعه استعدادا لمباراه العوده امام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. بيتسو موسيماني، خليني اقول لحضراتكم، طبعا المدير الفني قال ان الاستعداد للمباراه هيكون كانها الشوط الثاني للمباراه الاولى، بمعنى اننا فزنا شوط اول لكن لسه ما تاهلناش للنهائي، والوداد فريق كبير جدا ومنافس قوي، بإذن الله عندنا ثقة إن الفريق على قدر المهمة وهيتأهل للمباراة النهائية ويتوج بكأس البطولة الغالية عند كل الأهلوية. كلام أنا بتفق فيه جدا بصراحة، وإحنا كلنا قلنا الكلام ده، والأهلي يعني مش فكرة إن هو بيكسب معركة، لا إحنا لسه لازم نكسب حرب زي ما بيقولوا، فلسه المشوار قدامنا ولسه إن شاء الله يعني في شغل كتير منتظرينه من فريقنا، بس بإذن الله البطولة تكون لينا. على ذكر الشغل الكتير وعلى صعيد آخر، برغم إن كل حاليا مشاغل جدا بمسألة مباراة العودة سواء كان الجماهير أو مجلس الإدارة، طبعا شفنا كمان أن كابتن محمود الخطيب كان هو رئيس طبعا البعثة في المغرب، إلا أنه عقب عودته كان حريص جدا على تفقد كل الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية داخل فرعي النادي بالشيخ زايد ومدينة نصر عشان يطمن بنفسه على سير العمل ومتابعة إنجاز المشروعات اللي بيتم حاليا تنفيذها وفقا للخطة الإنشائية اللي وضعها المجلس. ليه؟ عشان يقدموا أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية، وتضم مبنى للإسكواش بسعة 8 ملاعب. هذا المبنى بيحتوي على مكاتب إدارية وصالة تنس طاولة كبيرة بجانب غرف لخلع الملابس. كمان تفقد مبنى صالة الكاراتيه الجديدة اللي هتضم 6 ملاعب مقسمة على دورين. كذلك تفقد المكان المخصص لملاعب كرة القدم للأكاديميات والمبنى الاجتماعي الجديد وأيضا ملاعب التنس. وجه الكابتن محمود الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء وأيضا لإتمام تنفيذ المخطط الإنشائي سواء في فرع زايد أو مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر اللي بيسير بالتوازي مع كل الملفات الأخرى داخل النادي الأهلي وعلى كافة الأصعدة الرياضية وأيضا الإدارية. رافق الكابتن الخطيب خلال الزيارة خالد الدرندلي أمين الصندوق والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، وكمان كان معهم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي وسيادة اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد والعميد أحمد النحاس نائب مدير الفرع بمدينة نصر وأيضا العميد محمود حزين مدير أمن فرع النادي بمدينة نصر. جدا نقل مشهد كده بشكل حي، وحضراتكم كجمهور وكيعني اعضاء تشوفوا خطوه بخطوه ايه اللي بيتم، فده اعتقد اهتمام وفي نفس الوقت يعني شيء رائع جدا او رساله حلوه.